عاجل الشاهد في هذا الفيديو نارين بيوتي من داخل المستشفى وتفاصيل مرضها، حيث أعلنت اليوم اليوتيوبر المؤثرة السورية المعروفة بنارين بيوتي عن سبب غيابها في الفترة الأخيرة، كاشفة عن إصابتها بمرض في الدماغ. وكتبت المؤثرة نارين بيوتي عبر صفحتها على إنستغرام إنها كانت تعاني من تعب من فترة في جسمها، وبعد الفحوصات وعمل الرنين المغناطيسي تبين وجود شيء في الدماغ. وتابعت نارين: اكتشفنا أنه كان في عندي 3 نقاط بيض على الدماغ بأحجام مختلفة، وحاليا راح أخوض رحلة لمدة 2 سنين حتى أتابع مع الدكتور لنتأكد أنه ما له مرض مناعي وإن شاء الله خير. وفي النهاية وجهت نارين بيوتي نصيحة إلى متابعينها قائلة: إذا حسيتوا في شيء غلط بجسمكم لا تتجاهلوه، لأنه صدقوني جسمكم بيحكي معكم. نتمنى لها السلامة والعافية. إلى هنا وصلنا لنهاية هذا الخبر ونهاية هذا الفيديو. لا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.